انا يعني كنت نسكن قدام مونمارتر، نشوف مساكن جزائري يبيعوا في الصاروخ ويبيعوا في الدخان. هذو الا الجزائريين، ما كان لا مغاربه لا توانسه. توانسه عندهم مشكلهم، المغاربه عندهم حالتهم. ما شفتش انا ما شفتش مصري يبيع الصاروخ، ما شفتش واحد هندي يبيع في الصاروخ الا الجزائريين. انا كيشوف ولاد بلادي مساكن مرميين ويبيعوا في الصاروخ يبيعوا في الدخان، مساكن وخايفين والريحه. رحت للباغبيس مقبله نشوف حالتهم، حاله مساكن هذيك الشتاء ويتخباو مساكن. هل هاد الناس باش يخبيو ويكذبوا؟ حتى ولو تكذب، بصح الكذب ما يقدرش يحل المشاكل. احنا باسكو احنا واعيين، احنا نعرفوا شنو هي الحقيقه. انت راك واعي لانك تعرف المشكل اللي كان في الجزائر. المشكل هو الحكام، وعندنا شعبنا مغيب مساكن، وما عندهمش حتى ما عندهمش القدره. باش تكون عندهم قدره انهم يغيروا مسار الجزائر. واش نقول لك؟ يعني ما انا حزين على هذيك البلد، نبكي عليها، على بلادي نبكي عليها. اللي يجي يقول لك وي صافا، هذاك اللي جاي مقبله يحلف بفمه، ما فهمنا والو واش يهضر. خايف من خاشينا، رانا داخلين في حيط المغرب. راهي تقدمت، انا مشيت عندي قداش عام، مشيت للكازا بلانكا، مشيت للدار البيضاء، مشيت لقنيطره، عندي صديقتي في قنيطره، قسما عظما والله يبارك لهم، ربي يزيد لهم، لانهم ناس يخدموا. واحنا كل هذاك الفوتبول قال لك ما جبناش الفوتبول لانه المغرب، ما جبناش هذيك لانه فرنسا راهي تخدم في بلادها. احنا ناقصتنا شوف اخلاق، ناقصتنا الوعي، ناقصنا عندنا في الكذب، وعندنا في الغش والربا والرشوه وكل شيء. يقول لك احنا مسلمين، يا بناو هذاك المسجد مسكر، شفتوا هذيك نهارات هذاك المسجد كبير، هذاك تقدر تدير منه مدرسه مدارس.